أهلا بكم. ماذا يعني الكشف عن التمويل الأمريكي للميليشيات في العراق؟ ماذا يعني الكشف عن التمويل الأمريكي لميليشيا الحشد؟ أيضا صدر قرار أمريكي جديد يمنع التمويل الأمريكي لميليشيات الحشد، حيث نشر قرار جديد على موقع الكونغرس الأمريكي الرسمي يمنع تمويل ميليشيا الحشد ويحد على وجه الخصوص من تمويل ميليشيا بدر التي يتزعمها هادي العامري. ويشير القرار إلى أن التمويل الأمريكي لميليشيا الحشد في العراق كان من أموال دافعي ضرائب في أمريكا، مؤكداً أن أغلب فصائل ميليشيا الحشد تابعة لإيران. ولكن هل عرفت الولايات المتحدة الآن أن ميليشيا الحشد مرتبطة بإيران؟ لماذا تغلق الأموال عليها وتغض الطرف عن جرائمها البشعة ضد المدنيين العزل بحجة محاربة الإرهاب؟ وعلى الطرف الآخر، كيف لميليشيات الحشد أن تلعن أمريكا ليل نهار وتنعتها بالشيطان الأكبر وتطالب بإخراج قواتها من العراق بينما تمول هي أمريكيا؟ لا بل راحت تأخذ الإتاوات أيضا من المواطنين العراقيين المغلوب على أمرهم بقوة السلاح، وتسيطر على مقدرات وأموال العراق بغطاء أمريكي. كيف تقوم ميليشيات الحشد وفصائلها باستهداف السفارة الأمريكية الراعية لها؟ نسلط الضوء على حقيقة الكشف عن التمويل الأمريكي لميليشيا الحشد وحقيقة العلاقة الأمريكية بالميليشيات المدعومة من إيران في العراق. نتابع أولا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار مع الضيوف. كونوا معنا. سياسة التخادم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بميليشياتها المتنفذة هنا وهناك ليست بالأمر الجديد، لكن خيوط وأساليب ذلك التخادم بدأت تتكشف بشكل يفضح تلك الأطراف ويسقط ما كانت تدعيه من عداء وخصومة. قرار أمريكي جديد نشر على موقع كونغرس الأمريكي يمنع تمويل ميليشيا الحشد ويحد على وجه الخصوص من تمويل ميليشيا بدر التي يتزعمها هادي العامري. ويشير القرار إلى أن هذا التمويل كان من أموال دافعي الضرائب في أمريكا، مؤكداً أن أغلب فصائل ميليشيا الحشد تابعة لإيران. الولايات المتحدة كانت تعلم جيداً ارتباط الميليشيات بإيران منذ البداية، لكن سياسة التخادم جعلتها تغدق الأموال عليها وتغض الطرف عن الجرائم البشعة التي كانت ترتكبها تلك الميليشيات منذ احتلال العراق عام 2003. بينما كانت الميليشيات الممولة من أمريكا وإيران سراً تلعن الشيطان الأكبر أمريكا في العلن وتطالب بإخراج القوات الأجنبية وتصرخ صباح مساء هيهات من الذل والموت لأمريكا، وهي تسيطر على مقدرات وأموال الدولة وتأخذ الإتاوات وتهدد بقوة السلاح من يمتنع عن الدفع برعاية أمريكية إيرانية. هكذا هي إذن السياسة المتبعة في العراق، فهي تشبه حرب العصابات بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي أكدت أن أمريكا هي المسؤولة عن كل هذا لصرفها للعراق المليارات، وهي تعلم أنها ستذهب للميليشيات. وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن متورطة في تحطيم العراق وجعله أرضاً مثالية لتغذية الفساد، وأن لدى واشنطن تاريخاً مطولاً بدعم من وصفتهم بالحكام اللصوص وقبول التسويات رغم إراقة الدماء. بداية أرحب بضيوف الكرام، الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الأستوديو. أستاذ نظير مرحبا بك. حياكم الله. وسينضم إلينا أيضا الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي عبر سكايب من عمان. أبدأ معك أستاذ نظير الكندوري، يعني ما حقيقة الكشف عن التمويل الأمريكي للميليشيات في العراق؟ الغريب الأمر أن هذا الخبر لم يأخذ حيز بالإعلام بحجمه وبقوته. يعني الآن نكتشف أن الولايات المتحدة هي تدعم بشكل غير مباشر هذه الميليشيات، حيث أن نص القرار ماذا يقول؟ يقول أن قراراً سابقاً كان قد اتخذه يعني الرئيس السابق باراك أوباما بمساعدة الجيش العراقي، وهي كانت تعلم يعني الولايات المتحدة بأن هذه المساعدات المالية والعسكرية تجد طريقها إلى ميليشيات الحشد على اعتبارها هي جزء من المنظومة العسكرية حاليا، وبالتالي هي الآن الولايات المتحدة تدعم مجاميع مسلحة إرهابية. هذا ليس بكلامنا بالرغم من حقيقتهم، لكن بنص تصنيف الولايات المتحدة لكثير من هذه الميليشيات بأنها منظمات إرهابية.
فهي الولايات المتحدة تدعم هذه الميليشيات بشكل غير مباشر، ولذلك الآن فطنت الولايات المتحدة بأن هذه منظمات إرهابية ويجب قطع هذا التمويل المالي والتسليحي عن هذه الميليشيات. يعني أنا لا أعلم يعني كيف لهذه الإدارة أن تواجه العالم بأنها هي البلد الأول الذي يحارب الإرهاب ويحارب الميليشيات المسلحة التي هي خارج عن القانون، وبنفس الوقت نكتشف أنها هي المسؤولة عن تمويل هذه الميليشيات، وهي المسؤولة عن ديمومة عمل هذه المنظمات الإرهابية، بدليل أنهم الآن يفكرون بقطع هذا التمويل. وطبعا لحد الآن القرار لم يتخذ، الآن هو اتخذ من مجلس النواب ووافقوا عليه، والآن سيرفع إلى مجلس الشيوخ ليجتمع ليوافق لكي يصبح قانونا ساريا. يعني لحد الآن الولايات المتحدة ما زالت تمول منظمات إرهابية في العراق تفتك وتقتل بالعراقيين، وهي تعلم بذلك وما زالت تموله. طيب ما أسباب هذا التمويل؟ لماذا بدأت الولايات المتحدة بتمويل هذه الميليشيات في حين أن الكثير من المنظمات الإنسانية والحقوقية يعني أثبتت بالدليل القاطع وبالفيديوهات الموثقة يعني ارتكاب جرائم بشعة ضد الإنسانية ضد مدنيين عزل؟ نعم، أنا ممكن نسأل السؤال بنفس الإطار، لماذا الولايات المتحدة هي من تدعم هذه المنظمات بحجة حربها يعني تنظيم داعش؟ فهي تقدم لهذه الميليشيات الدعم اللوجستي والغطاء الجوي والتسليح المتقدم بحجة محاربة داعش، لكن هي تعلم أكثر من غيرها، وهي تعرف بمعلوماتها الاستخباراتية بأن هذه المنظمات ارتكبت جرائم بحق الإنسان العراقي، بحق الحواضر العراقية، ودمرت مدن كاملة، بل نهبتها وسرقتها وباعت ما يمكن بيعه إلى إيران. هي تعلم بكل هذه الحقائق وكانت هي تمول هذه الميليشيات، بل ولحد الآن القرار لم يصدر بمنع التمويل، ما زال التمويل لحد الآن ساري المفعول. لا يا ترى يعني الآن يعني لماذا هذا التصرف من الإدارة الأمريكية؟ أنا يعني لكل مراقب يجد أن هناك أشبه ما يكون بتخادم إيراني أمريكي لدعم مثل هذه الميليشيات، وبالتالي هو ما هو الهدف المشترك لهذين البلدين؟ الهدف المشترك هو تحطيم هذا البلد، لوقف أي محاولة لإعادة بناء هذا البلد ويرجع بلدا قويا، لأن بلدا تنتشر فيه مثل هذه الميليشيات الإرهابية لا يمكن أن يرجع مرة ثانية إلى قوته وأن يكون دوره الفاعل في المنطقة، وهذا هدف مشترك بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة لإيران. ولا الأعداء يعني هناك عداء مفترض ما بين الولايات المتحدة والميليشيات بسبب استهداف السفارة الأمريكية في العراق من قبل عناصر الميليشيات المنضوية تحت ميليشيات يعني والله ما لا أعلم ماذا أقول لك، يعني يبدو أنهم يعني يحاولون يضحكون على الجماهير، يعني حتى هي الميليشيات تحاول أن تضحك على جماهيرها وترفع الشعارات بأن هذا شيطان أكبر وهذا شيطان أصغر والموت لأمريكا، ومن هذه الشعارات الرنانة التي يرددها وراءهم الإمعات والذين ليس في يعني رؤوسهم عقول، وإلا يعني الأمور مفضوحة ومكشوفة بأن هذه الميليشيات هي بطريقة أو بأخرى تخدم إيران وتخدم الولايات المتحدة، وإلا يعني ما هذه حتى الضربات التي الآن تسمي نفسها بقوة الممانعة وقوة يعني فصائل المقاومة، لم أجد ضربة يعني عسكرية يعني أذت القواعد الأمريكية كما كانت المقاومة العراقية الحقيقية تفعل ذلك، يعني كلها عبارة عن مسرحية لكسب صفة بأنه نحن فصائل مقاومة، نحن قاتلنا الأمريكان، وكلها مسرحية لا تنطلع على الشعب العراقي، يعني هم يضحكون على أنفسهم لأن الشعب العراقي فاضحهم ويعرف حقيقة أمرهم. لكن يعني يبقى أن غض النظر الأمريكي عن هذه الميليشيات لا يمكن تفسيره إلا الإثخان في دمار هذا البلد، الإثخان في عدم تطويره. لنأتي مثلاً لنأتي على يعني صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية، طبعاً الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية تحدثت في هذا الأمر يعني من قبل، والآن هناك أيضاً يعني أمور جديدة استحدثت أو استجدت. نيويورك تايمز الأمريكية تحدثت عن واشنطن أو في تقرير لها واشنطن متورطة في توصيل العراق أو تحطيم العراق وإيصاله إلى هذه الدرجة التي
هو عليها من تدمير للبنى التحتيه ودعم الحكام اللصوص، وصفت حكام العراق باللصوص. يعني اظن تعبير دقيق جدا، يعني حقيقه انت لو تنظر الى حال العراق من اين بدا الخراب في هذا البلد؟ انا لا اقول يعني انظمه الحكم السابقه هي افضل من الان، انظمه الحكم هذا صراع داخلي سياسي يمكن ان يحسم بين صراع كتل سياسيه، اما ان تاتي الى بلد وتحتله عسكريا وتحطم كل البنى التحتية وتعمل على القيام حسب وصف الصحيفة الأمريكية بجلب لصوص ليكونوا هم يعني من يملكون زمام الأمور بالبلد، يعني ماذا تبتغي من ذلك؟ اكتشفت أنهم لصوص بعد 17 سنة؟ هي تعرف بأنهم لصوص وتعرف أن دورهم سيكون دور تخريبي، لكن الآن ظروف السياسة والتوازنات العسكرية الآن يحتم عليها أن تفضح مثل هذه القوى السياسية. الآن ترامب يجد أن إيران أصبحت بمرحلة تشكل خطراً على إسرائيل، خطراً على المصالح الاقتصادية الأمريكية، لذلك هو الآن يحاول أن يفضح أتباعها في العراق وسواها غير بلدان، ويحاول أن يقطع التمويل عنهم. لكن طيلة هذه السنين التي ذهبت، من يتحمل الدماء التي سفكت من يعني بأيدي هؤلاء المجرمين؟ من يتحمل هذه الخسائر الاقتصادية التي حدثت بسبب الحروب المصطنعة داخل العراق؟ من يتحمل ويدفع الخسارة لتهريب الأموال بالمليارات، لا نتحدث عن ملايين، بالمليارات طيلة 17 سنة نهبوا البلد، بحيث أنه الآن نسب الفقر نسب يعني خيالية، المرض، الفاقة، يعني المشاكل الاجتماعية كلها بسبب هذه الفوضى التي تحدثها هذه الأحزاب وكذلك الميليشيات المسلحة. المسبب الأول هو الاحتلال، يعني مهما كانت، يعني أنا فقط أريد أن أوضح مسألة، لا أقول أن أنظمة الحكم قبل الاحتلال كانت أنظمة وردية، هي أيضا لديها مشاكل ولديها كثير من الأخطاء التي ارتكبتها، لكن يبقى أنه هو صراع سياسي داخلي. إنما بعد ما يأتي احتلال من الخارج ويفرض إرادته ويأتي بأناس هم معروفين بالسرقة ومعروفين بالخيانة ومعروفين بولائهم لبلدان أخرى ويجعلهم فوق رؤوس العراقيين، هذه جريمة كبرى بحق العراقيين وحق الشعب العراقي. اسمح لي أرحب بالأستاذ عبد القادر النايل، انضم معنا الآن الكاتب والمحلل السياسي العراقي، انضم معنا عبر سكايب من عمان. أستاذ عبد القادر النايل مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم وبضيوفك الكرام وبمشاهديكم الأعزاء. أهلا بك أستاذ عبد القادر وكل عام وأنتم بخير. يعني كيف تابعت حقيقة الكشف عن التمويل الأمريكي للميليشيات في العراق، ميليشيا الحشد أو ميليشيا بدر وغيرها؟ أستاذ عبد القادر أسمعك. نعم، كيف تابعت هذا القرار الأمريكي الجديد الذي صدر أو نشر على موقع الكونغرس الأمريكي بمنع تمويل الأمريكي للميليشيات في العراق، ميليشيا الحشد؟ من المعلوم تماما أن هذا القرار وإن جاء متأخرا يكشف دلالات مهمة على تبعية هذه الميليشيات إلى سلطة الاحتلال، لا سيما أننا نعلم تماما ويعلم المتابع أن العراقيون يفهمون تماما أن سلطة الاحتلال آبان بول بريمر بالقرار 91 سلمت الأجهزة الأمنية والعسكرية ومنها وزارة الداخلية إلى هذه الميليشيات السبعة وفي مقدمتهم ميليشيات بدر التي تتحكم بوزارة الداخلية إلى هذه اللحظة. يأتي هذا القرار بعد تصاعد الخلافات وبعد ربما إنجاز المهمة التي أوكلت لهذه الميليشيات بقتل العراقيين، لذلك هذا التخلي حقيقة يكشف دلالات مهمة، أولها أن هذا القانون وإن جاء متأخرا فهو لابد أن ينفذ ولابد أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية تدارك في قطع التمويل عن هذه الميليشيات التي ارتكبت الجرائم بحق الشعب العراقي بشكل واضح تماما. هذا لا يعني أنها معفية عن المسؤولية القانونية والأخلاقية، لأنها هي من وفرت الغطاء المالي والغطاء الدعم والأسلحة في تنفيذ جرائم هذه الميليشيات، لكن أنه يتم إيقاف أو الوصول إلى مرحلة إيقاف هذا الدعم حقيقة يأتي في سياق مهم في تاريخ العراق، وثانيا يكشف ادعاءات هذه الميليشيات بأنها تريد أو أنها تدعي مقاومة المحتل، وهي طبعا كذبا وزورا، هي لم تقاوم المحتل بل بالعكس هي من قتلت المقاومة
وهنا أحيل بالذاكرة إلى معركة 2004 أبان مشاركة ميليشيات بدر الجيش الأمريكي في قتاله للمقاومين داخل مدينة الفلوجة. على هذا الأساس حقيقة فإن هناك انعكاسات إذا ما تم إقرار هذا القانون الذي هو لن يكون كافياً من خلال مسؤولية سلطة الاحتلال أو الولايات المتحدة الراعية للعملية السياسية في العراق وهي المتسبب الرئيسي في العراق، هي عليها أيضاً قضية إدراج هؤلاء على لوائح الإرهاب بشكل جماعي لأنهم ارتكبوا جرائم حقيقة واضحة تماماً تصنف. ولكن كما تعلمون يعني تم إدراج الكثير من الشخصيات من في هذه الميليشيات على قائمة الإرهاب، ولكن ليست ذات جدوى من وجهة نظرك. يعني ما مدى فاعلية أن تدرج أو يعني تصنع قائمة يدرج فيها أسماء من ارتكبوا يعني جرائم ضد الإنسانية في حين لا جدوى منها وليس هناك أي يعني أطر قانونية أو تنفيذ قانوني على أرض الواقع يعني يأخذ الحق لهؤلاء الذين تم تعذيبهم أو قتلهم أو اختطافهم؟ يعني من المعلوم تماما أن الأسماء التي وضعت ليست كافية، نحن نتكلم عن إدراج كيانات كاملة. نعم. وهذا الإدراج يختلف عن وضعية الأسماء التي جرى طرحها من الخزانة الأمريكية وهي محاولة تجميد أموالهم ولم يوضعوا على قوائم الإرهاب، بالتالي هذه أسماء يمكن أن تحول أموالها وهي أصلا بالأصل لا يوجد لديها أموال داخل البنوك الأمريكية. المطلوب من الولايات المتحدة أن تصنف الكيانات بالكامل كيانات ميليشيات الحشد وهذه الميليشيات على قوائم الإرهاب الدولية، وبالتالي هذا التصنيف سيمنع كل دول العالم من التعاون مع كيانات إرهابية. بالتالي هؤلاء كان أموالهم هي موزعة ما بين إيران والعراق والصين وروسيا ومناطق أخرى تستطيع أن تتحرك أموالهم، وليس هناك سطوة أو قرار أمريكي عليها أو على الخزانة الأمريكية. لكن ما ينبغي حقيقة الذهاب إليه أيضا من الولايات المتحدة ليس فقط على إيقاف التمويل المالي والسلاح وكذلك الملاحقات القضائية التي كانت هناك حقيقة فعل كبير للولايات المتحدة على عدم تقصي جرائم هؤلاء من دول ومن مجلس الأمن أو الأمم المتحدة بسبب أنهم كانوا جزمة أمريكية تستخدم في تدمير المناطق وتدمير الشعب العراقي، وقد استخدموا بطريقة واضحة لأن الولايات المتحدة أرادت أن تكون هناك مرتزقة لها من الميليشيات بدل أن تأتي بجيوش. الولايات المتحدة بسبب المقاومة العراقية الحقيقية اليوم لا تفكر بإرسال أي قوات كبيرة لأي بلد لأنها تكبدت خسائر جسيمة في المعدات في الأرواح في المال، لذلك حقيقة لا سيما بعد معركة أو ما وجود لمعركة ما يسمى معركة داعش كانت الولايات المتحدة تبحث عن مرتزقة مستأجرين يمكن أن يتم استئجارهم للقتال تحت أمرتها، وبالفعل هذا ما قدمته ميليشيات الحشد للولايات المتحدة، وبالتالي انتهت المهمة فيهم بعد أن وصلوا في العراق إلى مرحلة تدمير. طيب. لا سيما أن القانون ليس كافيا، إلى هذه اللحظة القانون لم يقر ولم يأخذ حيز التنفيذ، وبالتالي ينبغي أن لا يدخل في مرحلة الضغط بالسياسات التي تريدها الولايات المتحدة داخل العراق والابتزاز فقط. طيب. لكن هو كشف بالدليل القاطع على أن هذه الميليشيات كانت محمية أمريكيا وكانت تستخدم من سلطة الاحتلال الأمريكي في العراق ولا زالت هي مستخدمة، وبالتالي هذه الجرائم التي ارتكبتها أيضا الولايات المتحدة مسؤولية قانونية وأخلاقية عليها. في هذه النقطة سيد عبد القادر ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ نظير، هل تتوقع أن تدرج الولايات المتحدة كيانات الميليشيات على قوائم الإرهاب؟ يعني هو نص القرار بالإضافة إلى قطع التمويل عن الميليشيات المنضوية تحت الحشد الشعبي هو يوصي وليس إلزاما، يوصي بأن يتم إدراج فصائل أخرى مثل ميليشيا بدر وأمينها العام هادي العامري، كذلك ميليشيا كتائب الإمام علي وسرايا الخرساني وكتائب سيد الشهداء ولواء أبو الفضل، أنه يوصي بإدراجهم أيضا على قوائم الإرهاب على اعتبار أن هذه المنظمات قد ساهمت في قتل واختطاف الكثير من العراقيين. لكن كما قال ضيفك الكريم عبد القادر نايل، يعني وما هو الجدوى حتى لو أدرجت كل الفصائل هذه بالإضافة إلى
عشرات الفصائل الأخرى في قوام الإرهاب. ما هو المحصلة العملية التي سيستفيد منها الشعب العراقي؟ أو مثلا يعني كيف أنه سوف لن تكون تهديدا قوميا للولايات المتحدة كما يدعون بأن هذه المنظمة تهدد الأمن القومي الأمريكي؟ يعني هذه العقوبات لن تؤثر عليها بشكل يعني عملي. وأحيلك إلى موضوع آخر، هل تعلم عندما تم تصنيف عصائب الحق اللي قائدها شو اسمه قيس الخزعلي، ماذا كان رد فعله؟ رد فعله أنه كان يقهقه ويضحك ويسخر من القرار، لأنه يعلم أنه لن يؤثر عليه ولا على أشباهه من الميليشياويين. لذلك أنا أقول يعني ما الجدوى بتصنيف هذه المنظمة إرهابية بدون أن يكون هناك يتبعها عمليات حقيقية على الأرض لمحاربة هذه الميليشيات؟ طيب يعني ما هي المكتسبات الأمريكية من هذه الميليشيات؟ يعني كما تعلم أن الميليشيات لها سطوة ونفوذ في العراق، وهي مسيطرة على كل مفاصل الدولة وحتى على موارد الدولة، يعني بالحدود وأيضا الإتاوات التي تؤخذ، وكذلك واردات النفط بحسب يعني خبراء وبحسب محللين. نعم، هي كانت هناك فوائد كبرى للولايات المتحدة من خلال هذه الميليشيات، لكن الوضع تغير. في الوقت الذي كان هناك مقاومة عراقية حقيقية، تم استخدام هذه الميليشيات لحرب يعني محاربة المقاومين العراقيين. وكما قال الأستاذ عبد القادر، كانت الولايات المتحدة تريد أن تجد من يقاتل نيابة عنها، لأن المقاومة أثخنت فيها، فجاءت بهذه وجدت ضالتها في هذه الميليشيات. بل هو عرض إيراني للولايات المتحدة بأننا نحن من سنحارب لكم المقاومة العراقية، وقد فعلوا ذلك حقيقة. كان لهذه الميليشيات في حين الجيش المهدي ومنظمة بدر، ثم فرخت إلى فصائل أخرى وميليشيات أخرى، كلها كانت تحارب النفس الوطني، النفس العراقي الموجود عند قلوب العراقيين. وقد يعني الحقيقة نجحوا في يعني حربهم ضد المقاومة العراقية. وعندما ظهرت داعش، والتي هي أنا يعني أشك بأنه هي جزء من إيران، كانت البعض يعني يطرح تساؤلا يقول إذا كان هناك فعلا سياسة تخادمية ما بين الولايات المتحدة وإيران عبر أدواتها في العراق وهي الميليشيات، لماذا إذن تم اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟ أخي الكريم، كما قلت لك أن التخادم كان هناك واضحا يعني في إدارة جورج بوش وإدارة أوباما بين الولايات المتحدة وإيران. ذلك لأن الدور الإيراني كان بطريقة أو بأخرى يحاول تمكين الأمريكان من السيطرة على العراق، وفعلا نجحوا في ذلك. ولكن النظام الإيراني بدأ يتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة له من قبل الولايات المتحدة. الآن إيران لا تكتفي بالعراق، بل هي تعدت إلى سوريا، تعددت إلى اليمن، وأصبحت يعني في لبنان، الآن أصبحت مجاورة إلى إسرائيل، وهذا أمر خطير بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة للولايات المتحدة، فهي قد تجاوزت هذه الخطوط المرسومة لها. لذلك الآن الولايات المتحدة قررت أن تضعف هذا النظام، لا أن تسقط. يعني حقيقة تراب قالها بصراحة ولم يخفي الأمر، قال نحن لا نبتغي بإسقاط النظام الإيراني، إنما نبتغي أن يكون منكفئا في حدوده وأن يجلس على طاولة المفاوضات لكي يتشرط عليه ترامب ما يريد. وهناك من الجانب الآخر تعنت من النظام الإيراني على حساب شعبه وعلى حساب الشعوب التي تورطت معه. لذلك الآن هناك خلاف بالمصالح، وقتما يعني يتفقون على هذه المصالح ربما ستجد الولايات المتحدة تطلق يد إيران في المنطقة. في هذه النقطة اسمح لي أن أنتقل للأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، يعني هل نشهد ربما في الأيام المقبلة أو المرحلة المقبلة عمليات اغتيال مشابهة لما حصلت مع قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وخاصة أن هناك مؤشرات ل يعني بدايات أو إصدار قرارات يعني بمنع التمويل الأمريكي؟ هل ستتطور ربما هذه إلى عمليات اغتيالات، بدل أن تكون مثلا يعني رفع أو وضع أسماء على لائحة الإرهاب؟ من المؤكد تماما أنه عملية الاغتيالات تخضع لإخفاء ملفات، والولايات المتحدة
مشهور لها عبر جميع الاحتلالات التي مرت في دول المنطقة المشابهة لقضية العراق، هي بالتأكيد تصفي عملائها من أجل إخفاء الملفات والاتفاقات التي جرى تنفيذها على أرض الواقع. فلا يمكن الاستبعاد أن الولايات المتحدة ستقدم على اغتيالات لبعض زعماء هذه الميليشيات الذين ربما تحاوروا، استلموا أموالا مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، استلموا دعما لوجستيا، استلموا خطط عسكرية أو تنفيذ لمشاريع أرادتها الولايات المتحدة في بعض المناطق لا سيما المناطق الغربية والشمالية من العراق بإطار طائفي من أجل إرضاخ هذه المناطق التي قاومت الاحتلال بشكل كبير تماما للمشروع الأمريكي. بالتالي إخفاء هذه الملفات لا يمكن إخفاؤها عن طريق منح هؤلاء جوازات أو إقامات، هؤلاء بالتالي ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا مرتزقا للاحتلال. وفي كل المتتبع لاحتلالات الولايات المتحدة للدول التي سبقت العراق هي تصفي هؤلاء لإنهاء أو لدفن الأسرار الموجودة مع هكذا شخصيات ميليشياوية. بالتالي ممكن تتوقع أن هناك اغتيالات، لا سيما أن هناك صراعا حقيقيا على النفوذ داخل العراق ما بين الولايات المتحدة وإيران، الذي أشار إليها ضيفك الكريم بأنها تجاوزت الخطوط الحمراء. إيران لولا أنها لم تتجاوز الخطوط الحمراء لم تكن هناك مشكلة مع الولايات المتحدة، لا سيما أن الولايات المتحدة هي منذ اللحظة الأولى، وهنا أحيل بالذاكرة إلى كلمة زلماي خليل زاد الذي صرح عدة مرات أن الميليشيات وأن الدور الإيراني بأيدينا نطفئه متى أردنا. لذلك حقيقة كانت رسالة في عام 2005 و2006 واضحة تماما بأن هذه القضية كانت تخدم دورا من أجل أن يكون هناك بعبع اسمه الإيرانيون مقابل التمسك أو اللجوء للخيار الأمريكي. وهذا حقيقة تكتيك للاحتلال يعني قديم جديد مرت به الدول كثيرا ويستخدم بطريقة واضحة، وهي كالاستخدام لكل احتلال. لذلك حقيقة مسألة الاغتيالات مسألة حتمية، لأنه لابد أن تخفى المسائل التي تم الاتفاق عليها حتى لا يكونون شهداء أو شهود في الأيام القادمة عليهم، وبالتالي تموت أسرار كثيرة لا تمتلكها إلا الدول التي هي أسست هذه القضية. أستاذ عبد القادر، يعني هناك الكثير من الملفات الشائكة، الملف العراقي، الملف السوري، وهناك مثل ما ذكرتم الصراع على النفوذ ما بين الولايات المتحدة وإيران على أرض العراق. فيما يخص موضوع الخطوط الحمراء، يعني هناك عمليات، هناك سياسة تخادمية مثل ما تفضلتم ما بين أمريكا وإيران، وهناك خطوط حمراء تجاوزتها إيران وبناء عليها يعني حصلت اغتيالات لعناصر مهمة جدا في الخط الإيراني، وهو أبو مهدي المهندس وأيضا زعيم الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. هنا السؤال، يعني ما طبيعة هذه الخطوط الحمراء يعني التي تحدثتم عنها؟ يعني ما الذي يجعل هذا الصراع يتطور؟ طبيعة هذه الخطوط الحمراء إذا تجاوزتها إيران تؤدي بالتالي إلى هذه الاغتيالات وهذه التحويلة. هل تحدثت لنا عن هذه الخطوط الحمراء وما علاقتها؟ هل هي فقط يعني مقتصرة على الملف العراقي أم مقتصرة أيضا على ملف المنطقة بكاملها؟ بالتأكيد هي تعتمد على ملف المنطقة ليس فقط على العراق. نعم. وإلى هذه اللحظة أكثر الخطوط الحمراء التي تجاوزتها إيران في دول المنطقة ليس فقط في العراق، العراق ربما تجاوزت أو استخدمت العراق بإطار تدميري. الولايات المتحدة كانت تهدف إلى إنهاء البنى التحتية في العراق حتى يعود قرونا إلى الوراء، وبالتالي عملية التدمير الممنهجة كانت مخطط لها منذ بداية الاحتلال أن يكون هناك 20 عاما من عملية التدمير، ثم بعد ذلك تذهب بإطار استقرار أو بناء عملية سياسية في العراق. لذلك الولايات المتحدة وجدت ضالتها في إيران وميليشياتها أن تنفذ هذا التدمير، حتى الآن كل الأنظار تتجه إلى أن إيران هي المدمر الأساسي للعراق والمنطقة. بالتالي الولايات المتحدة أصبحت تطرح نفسها كمنقذ. لذلك الخطوط الحمراء كثيرة، منها فتح الحدود العراقية السورية، نقل مرتزقة وميليشيات داخل سوريا، بالتالي قانون قيصر ألزم الولايات المتحدة على معاقبة من قتل أو مول أو دعم
نظام بشار أو من قتل الشعب السوري، لا سيما أن الإيرانيين إلى هذه اللحظة لا يستجيبون للطلبات الأمريكية، منها تفكيك قاعدة الإمام علي في دير الزور التي هي قرب الأنبار، منها إنهاء الملف أو النفق داخل الأرض ما بين منطقة القائم وما بين منطقة البوكمال في دير الزور السورية الذي يهرب منه السلاح وتهرب منه كثير من الأمور، ومنها كذلك المعسكرات التي يتم تدريبها. اليوم نحن نتكلم عن معسكر جرف الصخر يجري تدريب فيه معسكرات البحرانيين ومعسكرات السعوديين وحتى معسكرات الإماراتيين، وبالتالي تبنى هناك دولة من ميليشيات معلومة تماما. الولايات المتحدة قادرة على أن تنفذ القصف الجوي، لكن إلى هذه اللحظة تريد السياسة الناعمة لأنها لا تريد أيضا المواجهة الفعلية مع هذه الميليشيات داخل العراق، بالتالي هي أيضا لها نفس طويل. هذه الملفات منها السيطرة على العملية السياسية، ومعلوم تماما أن العملية السياسية في العراق بنيت على أساس البيت الأمريكي، وبالتالي هذا البيت يسمح للأمريكان يسمحون بالدخول ما يشاء إلى داخل هذا البيت على أن يؤمنون أو يطبقون الخطة المرسومة لهم من قبل الولايات المتحدة. حتى إيران عندما دخلت اللعبة السياسية والعملية السياسية أو بيت العملية السياسية في العراق عن طريق الرغبة الإيرانية، لكن بالتالي هي استنفذت وهيمنت على كل العملية السياسية في مفاصلها الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية وكذلك الاجتماعية والزراعية. ورأيتم اليوم إيران لا تصدر إلى العراق كهرباء والعراقيون يدفعون ملايين الدولارات شهريا وسنويا بعقود عقد وهمي، وقس على ذلك الملفات كلها. هذه حقيقة جعل من الولايات المتحدة أن تفكر في أنه لابد أن يكون للعراق وجود هي ربما يخدم مصالحها، لا سيما نحن مقبلون على تنافس كبير ما بين الصين والولايات المتحدة على زعامة العالم في السنوات القادمة. لذلك الولايات المتحدة تريد استحكام. معلوم تماما أن السبب الرئيسي في قدوم البلد الأول العربي للاحتلال هو وهو العراق للسيطرة على المنطقة. قديما معلوم تماما في كل أدبيات الدول أن من يريد أن يسيطر على منطقة الشرق الأوسط عليه بقيادة العراق والتحكم بالعراق. لذلك الشعب العراقي وصل إلى مرحلة الانهيار الذي لا يمكن مواجهة في ظن أو تصور الولايات المتحدة كل مشاريعها، رضخ من كثرة القتل والانهيار الاقتصادي وغيره. هذه الخطوط أيضا قد وصلت إلى نهايتها مع إيران، وبالتالي معلوم تماما عندما تستجلب شخصا لينفذ مهمة وتنتهي مهمته ينبغي تقليم أظافره. على هذا الأساس فهم لما وصلوا إلى هذه القضية وأخرجوا العراق من دائرة التأثير، لا سيما القضية أيضا متعلقة بأمن إسرائيل ووجودها الذي لم تخدم دولة لإسرائيل في المنطقة كما خدمتها إيران. أصل تثبيت إسرائيل هو إيران. لذلك هذه الخطوط حقيقة ينبغي الولايات المتحدة أن تلملم جميع هذه الأطراف من أجل أن تبقى في أيديها حبال الصراع الموجود في المنطقة. إذن هناك خطوط حمراء ينبغي على الميليشيات عدم تجاوزها، الميليشيات المدعومة من إيران. إلى أي مدى تتفق مع ما قاله الأستاذ عبد القادر النائب؟ نعم أتفق مع يعني كل ما ذهب إليه، لكن أود الإضافة إلى ذلك أن هذه الخطوط الحمراء التي هي مرسومة من قبل الولايات المتحدة ومن قبل إسرائيل تجاوزتها إيران، خاصة في موضوع التوازن العسكري، أن هناك يعني يجب أن تكون إسرائيل هي الدولة المتفوقة بالمنطقة. وحتى يعني أنا طبعا أشك أن إيران يمكن أن تبني ترسانة عسكرية ضد إسرائيل، هذا يعني أشك في هذا الأمر. لكن مع ذلك ظهور قوة كبيرة في إيران وتسيطر على هذه الدول هو مصدر خطر لإسرائيل. لربما يتغير هذا النظام وتتغير توجهاته وينقلب عدوا لإسرائيل، لذلك يجب أن تبقى على حد معين من القدرات العسكرية. الأمر الآخر هو الاكتساب الطاقة النووية أو السلاح النووي، هذا خط أحمر لا يمكن للولايات المتحدة ولا لإسرائيل أن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وإيران مصرة على امتلاك هذا السلاح لأنها تعلم إذا امتلكته فسيكون التوازن يعني مختلف جدا مع الدول العربية حتى مع إسرائيل ودول أخرى. هنا يعني نتساءل يعني ما الذي سيضير أمريكا، يعني ما الذي
يعني هل تستطيع الميليشيات أن تؤذي أمريكا مثلا وهي لا تمتلك سوى صواريخ كاتيوشا يعني تستهدف حينا وحينا السفارة الأمريكية، وهذا فقط هو ما تفعله في العراق؟ ولن تستطيع أن تفعل شيء يؤثر على الولايات المتحدة، لكن الآن كما قال الأستاذ عبد القادر هناك صراع نفوذ فيما يخص العراق، ويجب أن تقلم أطراف إيران في العراق لتحاول أن تجعل النظام السياسي قريب من الولايات المتحدة. نفس الشيء هناك رفض لهذه الميليشيات الإيرانية المتواجدة في سوريا، ليس رفضاً أمريكياً وإسرائيلياً فحسب، إنما الآن استجد أن هناك رفضاً روسياً لهذه الميليشيات. روسيا الآن تريد أن تستفرد بإسرائيل، تريد عفواً في سوريا، وتريد أن تجني الثمار التي ضحت من أجلها حينما يعني أثخنت في ضربها وقتلها للمقاومين السوريين. الآن تريد أن تجني هذه الثمار بدون مشاركة أحد، وهي تحاول أن تريد أن تخرج هذه الميليشيات وتغض النظر عن الضربات الإسرائيلية والأمريكية لهذه الميليشيات. فالميليشيات ربما هي مهددة أو لنقل هي مصدر إزعاج لأكثر من دولة. إذن وقف التمويل له علاقة بتخفيف حدة نفوذ إيران في المنطقة وليس فقط في العراق. نعم بالتأكيد، يعني حتى الآن قانون قيصر يعني لن يكتفي بأن يعاقب النظام السوري، بل لن يعاقب الميليشيات المتواجدة داخل سوريا، بل نحن نعلم أن ميليشيات عراقية متواجدة في سوريا، هذا القانون سينسحب على هذه الميليشيات العراقية، وبالتالي يعني هناك تناغم ما بين قانون قيصر وما بين هذا القانون الذي يراد له أن يقر. لذلك هناك يعني إرادة الآن أمريكية لتحجيم هذه الميليشيات وجعلها غير فاعلة. اسمح لي أن أسأل الأستاذ عبد القادر النايل أيضا. أستاذ عبد القادر، هل هناك فعلا إرادة أمريكية لتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة؟ من المؤكد تماما أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقبل بند حتى وإن كان هذا الند وهميا. نحن نتفق على أن إيران ليست ندا، إنما بعبع أن يستخدم في إطار التنافس وفي إطار ابتزاز دول الخليج لصالح الولايات المتحدة، وقد نجحت إيران بهذه المهمة بشكل كبير وواسع تماما. بل بالعكس، الآن هناك مطالب لأنظمة دول أن تبقى الولايات المتحدة أو تتعاون معها في قضية الدفاعات الجوية وغيرها لحمايتها من إيران، وبالتالي هذا معلوم تماما، كله يصب في مرحلة إعادة الانتشار القواعد في المنطقة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الحقيقة الكنز الذي أرادت من خلاله أمريكا التغاضي عن دور إيران، لذلك هي تسعى فقط الولايات المتحدة إلى إعادة إيران من الدولة القومية التي تريد الهيمنة وفرض أمرها أنها هي من تتحكم بالدول وفي داخل الدول إلى دولة قطرية يمكن أن تبتز الدول لكنها في حدودها. هذا حقيقة هو أصل القضية في عملية النزاع الأمريكي الحاصل الإيراني. لذلك حقيقة أمريكا جادة في تقليم أظافر إيران لصالحها وليست لصالح شعوب المنطقة. لذلك حقيقة يمكن أن شعوب المنطقة تستفاد من الشر المهول الإيراني الذي أذاق الأفراد والجماعات ودمر البنية الصلبة للشعوب في محافظاتها من التهجير والنزوح والتهديم وتهديم الاقتصاد الفردي والعام من أجل استعادة العافية وإعادة تنظيم الصفوف لإدارة مرحلة الصراع القادمة. لا سيما أن كما أسلفت أن الآن إيران أصبحت تستخدم من الصين في عملية المشاغبة مع الولايات المتحدة، وهذا حقيقة يؤثر على عملية قيادة العالم بالقطبية الأحادية التي تريد الصين، وهي قضية تفكيرية أكثر من قضية العراق ومصلحة العراق ومصلحة المنطقة. تريد الولايات المتحدة أن لا تسعى إيران إلى منافستها في شراكة العالم وقيادته، لا سيما أن هناك صراعا حقيقيا ربما سيفضي إلى حرب دولية. لذلك حقيقة هذه الأمور أفضت الولايات المتحدة إلى اتخاذ قرارات لتقليم الأظافر وبالتالي لمسك زمام الأمور وإدارة عملية الصراع حتى يتم تحجيم القوى الدولية عن المنطقة الشرق الأوسط ومصدر النفط الأساسي وكذلك المصادر الأخرى المعززة للاقتصاد، أو أنها تكون سوق ريعية لبضائع الصينية وغيرها التي بدأت تنافس بشكل كبير في المنطقة. على هذا الأساس حقيقة يبدأ عملية الصراع، لا سيما أن هناك رغبة في عملية طرح عملة
جديدة غير الدولال، وهذا لا يراد أن تكون لها وجود في منطقة الشرق الأوسط. على هذا الأساس هناك محورا مهما هو الملف النووي الإيراني الذي لا تريده إسرائيل، ليس خوفا من إيران أو أنها ستهدد، لكن إذا امتلكت إيران سلاح نووي أو مفاعل نووي فإن تركيا وربما مصر من الدول العربية والسعودية ستكون جاهزة وحجة لديها في عملية امتلاك السلاح النووي، وبالتالي هذا سينتشر في المنطقة ويقوض عملية الوجود القوى الفعلية لإسرائيل. هذه التوازنات ألقت بعملية العمل الفعلي للولايات المتحدة لتحجيم إيران، وبالتالي إيجاد نفسها على أنها المخلص لهذه الشعوب من النفوذ الإيراني. يعني بمعنى أنك أستاذ عبد القادر، هل سنشهد مرحلة مقبلة يكون فيها النفوذ الإيراني نفوذا أقل مما سبق؟ بالتأكيد المرحلة القادمة، لأن الشعوب وصلت إلى مرحلة الوعي، وبالتالي هذه أيضا لا يمكن للولايات المتحدة أن تجازف في عملية عداوتها للشعوب. الشعوب الآن على سبيل المثال العراق الآن من البصرة إلى أربيل إلى الأنبار إلى الموصل كله على قلب رجل واحد يرفض الوجود الإيراني، وقد رأيتم التظاهرات المستمرة في جنوب العراق التي كانت تمني إيران أنها تكون منطلق لها، رافضة بالفعل، والعشائر الجنوبية وحتى المكون الشيعي بنسبة 90% الآن. في هذه النقطة أستاذ عبد القادر سأعود إليك طبعا لأناقشك أيضا بهذه النقطة المهمة، موضوع التظاهرات في العراق. يعني هناك دعم أمريكي وغطاء أمريكي للميليشيات، بينما التظاهرات في العراق تظاهرات سلمية وتظاهرات قانونية، ولكن النتيجة هي قتل أكثر من 700 متظاهر من الشباب العراقي، ولا من مساءلة ولا من محاسبة، والإعلام الأمريكي يسلط الضوء على كل ما جرى من هذه التظاهرات ولا موقف أمريكيا من هذه التظاهرات، في حين يستمر الدعم للميليشيات في العراق. أتحول بسؤالي إليك أستاذ نظير، يعني لماذا من وجهة نظرك؟ لا، فوق القهر يحسبون المتظاهرين جوكرية وولد السفارات يقولون عليهم، بعد أنتم اللي تأخذون تمويل من الولايات المتحدة بشكل مباشر، ماذا نسميكم؟ يعني الولايات المتحدة باعترافها الصريح الآن تفكر بقطع التمويل عنكم، يعني طيلة هذه السنين ماذا كنتم تفعلون؟ أنتم أولاد السفارات وأنتم الجوكرية، وليسوا هؤلاء المتظاهرين الذين يتساقطون على شوارع بغداد شهداء، والذين يتعرضون للاختطاف، والذين يعني لا يهتمون بحر الصيف ولا برد الشتاء من أجل التعبير عن إرادتهم بالمناشدة أو الوصول إلى نظام حكم يكون ممثلا عن الشعب العراقي. الحقيقة سؤالك يعني لماذا الولايات المتحدة إذا كانت هي تريد أن تحارب النفوذ الإيراني وهذا النظام السياسي في جلة من أحزاب سياسية ومن ميليشيات هي موالية لإيران، كان الأولى أن تدعم هؤلاء المتظاهرين وأن تطالب بإنصافهم وتحقيق مطالبهم. لا نقول الدعم، طبعا المتظاهرون هم يرفضون الدعم الأمريكي. نعم، ولكن على الأقل ممكن دعم سياسي، دعم بالمحاكم الدولية على الجرائم التي ترتكب ضدهم، لكن لم نرى أي موقف إيجابي من الولايات المتحدة. هل تعلم لماذا؟ لأن هؤلاء المتظاهرين إذا ما تم الدعم الدولي لهم، يعني سواء من الولايات المتحدة أو باقي الدول، وتمكنوا من الوصول إلى السلطة، سيؤسسون بلدا وطنيا على أساس المساواة والحقوق والعدالة الاجتماعية وبناء عراق جديد قوي، وهذا الأمر لا يصف في مصلحة الولايات المتحدة ولا مصلحة إسرائيل، فكيف تدعم بهؤلاء الشباب؟ لذلك هي يعني تلزم الصمت ولا تساعد هؤلاء الشباب، لأنهم سيكونون يعني بالمحصلة ضد الأطماع الأجنبية سواء أمريكية أو إيرانية، لذلك هي لا تريد، يعني هي تنظر إلى القتل في هؤلاء الشباب وتنظر في الخطف والانتهاكات حقوق الإنسان وتبقى صامتة، لأنها هؤلاء توجهات الشباب لا تنفع الولايات المتحدة كثيرا. نعم أستاذ عبد القادر، يعني الموقف الدولي سلبي تجاه تظاهرات ثورة تشرين، الثورة السلمية المطالبة بالتغيير في العراق، الموقف الأمريكي أيضا سلبي، ولكن الموقف الدولي صامت تجاه دعم الميليشيات التي ترتكب جرائم لا تقل بشاعة من هذه الجرائم التي ارتكبت على يد الجماعات الإرهابية. لماذا من وجهة نظرك؟ المعلوم تماما أن الثورة العراقية ثورة تشرين
كانت حقيقة القوة الثالثة التي مثلت الشعب في إرباك اللاعب الدولي والإقليمي في العراق. لذلك هي فاجأت الجميع بطريقة طرحها، لم تطرح خدمات رغم قساوة المشهد في العراق من عدم توفر لا كهرباء ولا أموال ولا رواتب ولا زراعة، هي لم تطرح ذلك مع أنهم محتاجون لهذه القضايا، إنما طرحت سيادة العراق. وهذه القضية عندما يطرح الشعب العراقي سيادة بلده ويريد انتزاعه من الاحتلال، هذه تشكل نقلة نوعية تربك اللاعبين. فلا الولايات المتحدة تريد العراق أن يبقى مستقلاً أو ينهض بقيادة شعبه، لأنها ستعيد إلى الذاكرة أن هؤلاء عندما يستلمون السلطة فسيؤممون النفط الذي تريده الشركات الأمريكية، وبالتالي الإيرانيون عندما أقدموا على مجازر حقيقية، وأنا هنا مطمئن أقول أن الشهداء تجاوزوا 1000 في ثورة تشرين وأن الجرحى تجاوزوا 30,000، للواقع الميداني الذي نشهده وللإحصائيات التي تتوارى في معرفة هؤلاء المضحين بدمائهم لأجل العراق. يعني أرعبت الإيرانيين، لأنها أسست إيران على فهم أن كل هذه المحافظات تابعة لها. اليوم عندما نهضت هذه المحافظات وأماطت اللثام وقالت أن المكون الشيعي في العراق هو لا يريد إيران 100%، وبالتالي أقدموا على أفعال من حرق الميليشيات وتبرأوا، ورأيتم ضخامة عمل الميليشيات أيضا بالقتل والاعتقال والتنكيل وأفعال لا أخلاقية تماما تمارس على تظاهرات ثورة تشرين أو على أهاليهم أو على محافظاتهم، دليل واضح تماما على أن هناك إرباكا حقيقيا للإيرانيين الذين يقفون حائرين أمام شعب، ليس أمام كيانات بسيطة، أمام شعب كامل رافض. هذا الشعب هو المادة الأساسية. لذلك حقيقة عندما لا يأتي الدعم الدولي لثورة تشرين، لأنها ستفرض في واقع الحال أمورها في المستقبل، لأننا سنشهد تظاهرات كبيرة ستنطلق خلال الأسابيع القادمة ويجري الإعداد إلى إعادة ثورة تشرين بطريقة كبيرة تماما. ربما جائحة كورونا أثرت، وربما هناك أيضا استهداف للشعب حتى لا يتظاهر في كثير من الملفات، لكن أنا أؤكد على أن الحراك الشبابي قادم وبطريقة كبيرة تماما، يعد له بطريقة هادئة لإثارة الجميع، وسيفرض نفسه الشعب، سيفرض نفسه. لذلك هذا الإرباك من إظهاء من ظهور قوة أخرى وهي قوة الشعب أمام جميع المشاريع الإقليمية والدولية التي راهنت على تقسيم الشعب العراقي إلى انقسامات طائفية وعرقية وانقسامات مذهبية، كلها حقيقة فشلت. بالتالي نتكلم عن 17 عاما من الإنفاق المالي ومن الإجرام ومن دور الميليشيات، لكنها فشلت في إرساء فرق تسد. هذا حقيقة سيجعل من الثورة منطلقا أساسيا في استعادة العراق، وبالتالي سيفرض أمرا واقعا على اللاعب الأمريكي وعلى غيره. وبالتالي من ضمن هذه الوقائع التي دفعت الولايات المتحدة إلى تشريع قانون إيقاف الدعم على الميليشيات الحشد، وربما سنشهد تطورات أخرى في المستقبل. شكرا لك أستاذ عبد القادر النايل. في دقيقة واحدة، يعني هل فرض أمرا واقعا فعلا هذه التظاهرات في العراق؟ ثورة تشرين فرضت أمرا واقعا غيرت فيما يخص اللاعب الأمريكي وكذلك اللاعب الإقليمي في العراق؟ نعم بالتأكيد، أنا أرى أن ثورة تشرين التي يعني أنا لا أظنها قد انتهت لكي يعاد تجديدها، هي ما زالت مستمرة، ولكن يعني ظروف المرض ظروف معينة ربما جعلها تخفت، لكن لا تلبث أن تتجدد مرة ثانية. أقول أن هذه الثورة كانت معبر على إرادة الشعب، وفرضت نفسها كلاعب سياسي داخل هذه العملية السياسية. الآن السياسيين لا يستطيعون تجاوزها. النفوذ الأمريكي عندما ينظر العراق يضع في اعتباره موقف الشعب العراقي، النفوذ الإيراني أيضا يضع باعتباره موقف الشارع العراقي. لذلك الاستمرار في هذه التظاهرات وإبداء الموقف الحقيقي سيكون له ما يكون في مستقبل العملية السياسية في العراق. شكرا لك أستاذ نظير الكندوري، الكاتب والباحث السياسي، ضيفي في الاستوديو، ونشكره شكرا جزيلا. أستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من عمان. نشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة، وإلى حلقة أخرى في أمان الله.